بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الشباب معظمهم يفكرون بموضوع، تأتيني أسئلة طبعا حول هذا الموضوع، يعني عندما تختار زوجة هل هذا مقدر عليك أم يخضع لاختيارك أنت؟ نحن قلنا في لقاءات سابقة أيها الأحبة، كل أعمالك أيها الإنسان مكتوبة قبل أن يخلق الله الكون، لأنه في الحديث الصحيح أن الله عز وجل أول ما خلق القلم فقال له أكتب، قال ماذا أكتب يا رب؟ فقال أكتب كل شيء كان ويكون وما سيكون، كل شيء إلى يوم القيامة. فكل أعمالك مكتوبة، ولكن هذا الأمر في علم الله خارج حدود عقلنا. يعني نحن لو تصورنا أن العقل البشري هو دائرة هكذا، علم الغيب موجود خارج هذه الدائرة. نحن داخل هذه الدائرة عندما نفكر نجد أننا نختار، أو لدينا حرية الاختيار بنسبة 100%. يعني أنت تختار الإيمان أو الكفر، تختار زوجة ذات دين أو ذات مثلا جمال، أو تختار هذا العمل أو ذاك العمل، تختار أن تسافر أو لا تسافر. لا أحد يتحكم بقراراتك، أنت فقط. ولكن الشيء الذي ستختاره هو أصلا مقدر عليك ومكتوب من دون أن يجبرك أحد على ذلك. هنا أيها الأحبة الملمح الذي أريد أن أوصله لكم، لماذا وضع الله هذا النظام في الكون؟ لماذا كتب وقدر كل شيء وبنفس الوقت ترك لك حرية الاختيار؟ الجواب بسيط جدا أيها الأحبة، الله أخفى عنا علم الغيب لأننا حقيقة يعني إذا علمنا الغيب لن نستمتع بهذه الحياة. تصور أنك أنت تعلم أنك ستتزوج امرأة مثلا سيئة، أو ستتعبك كثيرا، أو إلى آخره، سوف لن تتزوج وبالتالي لن تستمر الحياة. فعلم الغيب عندما أخفاه الله عنا رحمة بنا، تخيل أنك تعلم موعد موتك، ربما تموت بعد سنة، حتى الآن تعيش وتستمتع لا تدري متى تموت، ولكن إذا علمت أنك ستموت بعد سنة لن تستمتع ولا لحظة، ستبقى في حالة تفكير وهم وغم. لذلك إخفاء علم الغيب عنا له حكمة، وهو أن الله رحيم بنا، الله يحبنا، يريد لنا الحياة السعيدة المستقرة المطمئنة، لذلك أخفى عنا علم الغيب. الآن نأتي لموضوع الزواج، وهذا الكلام ينطبق على كل تصرفات الإنسان، ليس فقط الزواج بل موضوع التجارة والمال والدراسة وغير ذلك. موضوع الزواج أيها الأحبة، يجب أن تعلم أن الزوجة التي كتبها الله لك لا تستطيع أن تفر مما كتب الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. فكل إنسان كتب مقعده من الجنة أو من النار، وكتب تصرفاته، ولكن هذا كله في علم الغيب خارج علومنا نحن. العلوم الخاصة بالإنسان كما قلت لكم دائرة ضيقة، هذا هو الدماغ البشري يتحرك ضمن هذه الدائرة. ضمن هذه الدائرة أنت تختار وأنت المسؤول عن اختيارك. الله عز وجل قال لك على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعندما يكون هواك
وميولك وشهواتك. تهب عالما لهذا الحديث، يعني أنت تحب الدين وتحب أهل الدين وتحب أن تتزوج امرأة ذات دين، يعني هذا في غريزتك موجود مطبوع في أعماقك في العقل الباطن. الله تعالى سييسر لك هذه الزوجة الصالحة، ولكن عندما يكون في عقلك الباطن أنك تريد الدنيا والمال والجمال وغير ذلك والشهرة والمظاهر، فستجد نفسك تغرق في هذه الدنيا، وبالنتيجة لا تأخذ إلا ما كتبه الله لك. فأنت اختصر على نفسك منذ البداية وريح نفسك واتبع ما أمرك الله به ورسوله. الله عز وجل ماذا قال لنا؟ قال ولا أمة مؤمنة، عبدة يعني عبدة مملوكة، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني إنسانة فيها كل مواصفات الجمال وتملك المليارات وذات حسب ونسب، ولكن ليس هناك دين، ملحدة مثلا غير مؤمنة، أقل 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 امرأة مؤمنة لا تملك المال ولا الجمال ولا النسب ولكن لديها الإيمان، هذه بمقاييس الله خير لك من تلك. فأنت يجب أن تحدد هدفك أخي الحبيب، هل تريد مقاييس الله أم مقاييس البشر؟ يعني سأعطيك مثال آخر. نحن الآن إذا جاء رجل غني ذا منصب ذا شهرة أو سلطة، تجد الناس يتسابقون للتحدث معه، وهذا يحدث في حالة الفنانين والمشاهير ولاعبي كرة القدم إلى آخره. يعني عندما يأتي شخص من أهل القرآن، شخص بسيط فقير ربما يكون معدم ولكنه يحمل في صدره القرآن العظيم، هذا ماذا قال عنه النبي؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هذا من الخواص، هذا بمقاييس الله له درجة عالية جدا عند الله. تجد مثل هذا الإنسان البسيط الذي يحفظ القرآن لا يكاد أحد يقيم له وزنا في الدنيا بمقاييسنا نحن البشر، ولكن عند الله له قيمة عالية. لذلك ماذا قال تعالى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هناك مقياس بشري يلهث الإنسان وراء المنصب والمال والجمال وغير ذلك، وهناك مقياس إلهي ينظر إلى القلب، ماذا يوجد في القلب؟ هل قلبك سليم؟ هل أنت متواضع؟ هل تخاف من الله؟ لذلك أيها الأحبة انظروا إلى حال مثلا الفنانين والوسط الفني بشكل عام، تجد حالات الطلاق كثيرة جدا بينهم. لماذا؟ لأن عملية الزواج غير قائمة على أسس لا علمية ولا دينية ولا منطقية، المصلحة هي التي تتحكم غالبا، أو الشكل الخارجي أو الشهرة أو غير ذلك، فتجد أن حالات الزواج تفشل غالبا ما تفشل ولا تستمر. إذن أيها الأحبة، إذا أردتم أن يكون هناك حالة فيها طمأنينة واستقرار واستمرار، اتبع المقاييس الإلهية واترك المقاييس البشرية. مقاييس البشر فاشلة على فكرة، يعني يعني كن مع الله. ماذا قال لك الله؟ قال لك ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إذن أنا أتبع هذا المقياس وسأفوز إن شاء الله. إذن خلاصة هذا اللقاء أيها الأحبة، لكي لا أطيل عليكم، يجب أن تعلم قبل كل شيء أن كل شيء مكتوب. فإذا ما تزوجت إنسانة اعلم أن هذه هي التي كتبها الله لك، فلا تقلق. ولكن حتى لو أخطأت وأخذت امرأة ليست ذات دين وتنبهت بعد ذلك إلى هذا الأمر،
فيجب عليك أن تعمل على إصلاحها وهداية، وهذه فرصة لك، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فهذه المرأة قد تكون أنت سببا في هدايتها، سببا في إنقاذها من النار. وكذلك الزوجة، هناك زوجة تقول لك زوجي لا يصلي، هل أطلقه، هل كذا؟ نقول لا، يجب أن تعملي على هدايته، لأن هناك أولاد، والطلاق يترتب عليه مشاكل أكبر. لا، اصبري وحاولي باللين والرفق، وكل استعملي كل الأسئلة. يعني إذا كان فرعون وهو يذبح الأولاد ويقول أن ربكم الأعلى، قال الله لسيدنا موسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فتريد الزوجة أن تكسر هذه العلاقة مثلا، وتخرب وتدمر العلاقة، لا، بدلا من ذلك يجب أن تقولي له قولا لينا. بالنسبة للزوج كذلك، يقول لها قولا لينا، لأن هذا هو الدين الإسلام أيها الأحبة، هو دين اللين، دين التسامح، دين المحبة. وأنا إذا كان أمامي إنسان أبقى أحاول أن أهديه، والله هو الذي يهدي طبعا، ولكن أنا أبذل ما بوسعي حتى أموت. فالهداية ليس لها وقت معين، تقول أنا مللت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. القضية تحتاج إلى صبر، إلى هدوء، والجنة لا يلقاها إلا الصابرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.